ايام حلوه بتعدي عليك كتير صح؟ اكيد في ايام حلوه كتير، واكيد في برضه في ايام صعبه. الرياضي الناجح في العالم كله يقول لك القادر على تخطي الايام الصعبه قبل كمان قبل ما يستمتع بالايام السعيده. ازاي بتقدر تتخطى الايام الصعبه دي، وايه الوقت اللي انت محتاجه عشان تتخطى يوم صعب عدى عليك في الرياضه عشان تقدر تزق لقدام وتقدر تنجح وتعمل نجاحات اخرى؟ هو في البدايه يعني انا في لما خدت قرار ان انا عايز اكون بطل وعايز ان انا احقق حاجه كبيره في الرياضه، طبيعي ان انا اول حاجه واجهتني هو ان انا جريت ورا بطوله معينه وفي النهايه فشلت فيها فشل صعب جدا. بس اللي اتعلمته في الوضع ده في الموقف ده يعني ان هو الاهم من ان انا كسبت او خسرت هو ان انا اتعلمت ايه او انا عديت ايه او تخطيت ايه في الاختبار ده. يعني بدات ببطوله عالم، كان في بطوله عالم كنت رايح عايز اخد فيها ميداليه وما خدتش ميداليات وخسرت ورجعت منها. طبعا استفدت حاجات كتير، اتعلمت من اخطائي، غيرت من نفسي، حاولت ان انا اشتغل على نقاط ضعفي. بعدها رحت بطوله العالم جبت ميداليات، وبعد كده جهزت للدوره الاولمبيه. طبعا دلوقتي حصل لي اصابه وده برضو انا عارف ان ده اختبار ودرس وانا هتعلم منه، هيرجع عندي عزيمه وشغف اكبر بكتير من ان انا كنت جبتها الدوره دي في ان انا اجيبها الدوره اللي بعدها. يعني هو ده التحدي وهي دي المتعه في انك تحقق حلمك، هو ان انت يعني تخسر كتير في البدايه علشان لما تكسب تتعلم تكون حاسس بطعم